السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تعرف بحضرتك؟ أنا اسمي ياسر بهاء، مدرب دولي محترف في الذكاءات واكتشاف العباقرة من ميديكس. أستاذ ياسر، حضرتك بالإضافة لاكتشاف الذكاءات، حضرتك حضرت معانا برنامج القيادة بالكاريزما، مدرب مؤثر مقنع مع بروفيسور كيرت ميرتسون. إيه رأي حضرتك في التجربة؟ التجربة طبعاً مثيرة وجميلة. يعني أنا شايف إن إحنا نفضل طول عمرنا نتعلم، وده حاجة لطيفة جداً، والبرامج ثرية جداً ومفعمة بالحيوية والنشاط، وإن شاء الله وإحنا مستمرين معاكم كمان في كل الدورات إن شاء الله. حضرتك لما حضرت برنامج المدرب المؤثر المقنع كنت حاضر برنامج تدريب المدربين مع مستر ليني لاسكوسكي. نعم. إيه الفرق اللي وجدته بين الاثنين؟ لا طبعاً، لا، كل شيخ وليه طريقة. أنا عايز أقول لك إن إحنا يعني كل واحد فينا ممكن يتكلم بنفس الكلام، وكل واحد يأدي بنفس الطريقة، وعشان كده ليني مدرسة ومدرسة محترمة جدا، وليه طريقته وليه شخصيته. كيرت طبعا حد اكسبيرينس عالي جدا، وكل واحد ليه طريقته، وانا مبسوط جدا ان انا مزجت بين التجربتين وبين المدرستين. انا النهارده لما اقول ان انا تي او تي ومعايا مدرستين، واحدة زي ليني وواحدة زي كيرت، انا يعني حد مميز. حضرتك خدت ماستر ترينر في روتي جينيوس وماستر ترينر في الذكاءات المتعددة، امتى ان شاء الله تاخد ماستر ترينر في تدريب المدربين؟ ان شاء الله باذن الله. يعني انا هحاول جاهدا ان احنا نحقق الارقام المطلوبه، وان شاء الله يعني انا حاطه قدامي هدف وربنا يسهل ان شاء الله. عند حضرتك مانع نعرض الفيديو على القنوات الخاصه بشركه ميديكس؟ لا لا لا، مفيش اي مانع خالص، بل بالعكس، لو عايز انا نفسي اعرضهم لك اعرضهم لك. شكرا ليك استاذ. شكرا وشكرا ليك.